تحية سامي كيما، وما زلنا نتداول في الاتجاه الهابط، ونتوقع ان احنا ننزل في المناطق اللي هي ما بين ال 8 ل 7 ونص زي ما احنا قلنا، واحنا حاليا في المناطق دي. اي واحد اشترى من السهم ده في مستوى 7.90 جنيه يشتري 8 جنيه يحتفظ بيه يا جماعه، وما زال كيما له مزيد من الصعود. طيب نرجع تاني اللي حصل لكيما. انا كيما عمل لي اول موجه تصحيه هو واحد، ونزل عمل لي اتنين اللي هو بي، وبعد كده المفروض ان انا ابتدي احلل التصحيح ده كله عشان اعرف هخش امتى. طيب التصحيح ده بيقول لي ايه؟ التصحيح ده بيقول لي بمنتهى البساطه، خلينا نشيل ولا خليها محفوظ، هنخلينا نحط نجيب فيبوناتشي، ودي المفروض انها موجه خماسيه المفروض تخلص عند مستويات ما بين 200 ل 261 فيبو. احنا تقريبا غالبا هنكون عند مستوى 200 فيبو على ما اعتقد يعني. طيب احنا فين دلوقتي؟ احنا عند مستوى قريبين من مستوى 200 فيبو اهو، معتقد ان ممكن يحصل كسر ليه ونروح لمستويات 261 اللي عند 7.60 قرش، ولكن دخلت من المستويات دي ممتاز، كسرنا مستوى ال 7.80 جنيه قرش هيكون فرصه، او 7.90 جنيه قرش هيكون فرصه لتعزيز الشراء. ويا جماعه كيما لسه امامه قمه جديده وهيكسر مستوى ال 10 جنيه، فاعتقد الشراء من مستويات ال 8 جنيه كان ممتاز. اي تراجع وكسر مستوى ال 7.90 جنيه قرش والدخول في المنطقة اللي ما بين 7.5 جنيه ل 8 جنيه هيكون فرصة للتعزيز، وما زلنا نتداول جوه قناة هابطة. خلينا بقى نفس